السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبه وطالبات التعليم الفني الزراعي اهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهارده كل عام وانتم بخير بمناسبه الفصل الدراسي الثاني وان شاء الله باذن الله موفقين في كل الوحدات اللي هتاخدوها باذن الله ان شاء الله انا حدي في هذا الفصل الدراسي الثاني ماده الصناعات الغذائيه طبعا انا كنت معاكم في الفصل الدراسي الاول في الصناعات الغذائيه وان شاء الله بستكمل بقيه المنهج الفصل الثاني الصناعات الغذائيه طبعا الصناعات الغذائيه دي للطلبه اللي تخصصوا قسم الصناعات الغذائيه المنهج ده منهج جميل جدا وكله منهج مكمل لبعضه انت خدت في سنه اولى بعض المواضيع المعينه عملنا زي بنيه اساسيه وبالتالي احنا بنبتدي نبني بقيه المواضيع على بعضها علشان باذن الله تتخرج طالب دبلوم تبقى قسم الصناعات الغذائيه متخصص وتبقى قادر على مواكبه سوق العمل، احنا بنديك المعلومات اللي تؤهلك ان انت ازاي تشتغل في مصنع صناعات غذائيه وما بيبقاش بينك وبين اي المصنع اي غربه او اي حاجه ان شاء الله طلبه الصف الثاني صناعات غذائيه آه، هنتكلم عن الوحده الثانيه، الوحده دي سرية جدا بالمعلومات وسرية جدا بالمواضيع الشيقة. آه، من أهم المواضيع أو من أهداف هذه الوحدة إن إحنا بنكسب الطالب المهارات الكافية لإن يعرف عملية أو طرق حفظ الأغذية. آه، إزاي إن إحنا بنعمل الوسائل المثلى أو الطريقة المثلى للحفظ بالتبريد والطرق المثلى للحفظ بيئه التجميد، هنتكلم برضو عن ازاي انا بعد الطالب ان هو يعرف نظم تشغيل التبريد او نظام تشغيل الثلاجه المنزليه او ازاي هي دوره التبريد وايه هي انواعها هنتكلم برضو على حاجات كتير جدا تخص تجميد الاغذيه وانواع التجميد سواء كانت تجميد سريع او تجميد بطيء هنتكلم وننوه عليها ونعرف ايه مميزات وعيوب كل نوع من انواع التجميد بعد كده ان شاء الله هنتطرق على التغيرات التي تحدث للماده الغذائيه المجمده ونعرف الاسلوب الامثل ان احنا نعمل عمليه التخزين ازاي نعمل تخزين وازاي نعمل تداول الاغذيه المجمده بطريقه صحيحه بحيث ان الماده الغذائيه عندك تصل للمستهلك بطريقه امنه وجوده عاليه برضه ان شاء الله هنتكلم عن سوائل التبريد سوائل التبريد في الثلاجه وايه هي انواعها وايه هي مواصفات وصفات سائل التبريد الجيد دي برضو من ضمن الحاجات اللي هناخدها ونشوف اهم مواصفاته والعيوب اللي ممكن تبقى في بعض انواع سوائل التبريد هناخد برضه يعني ايه وسائل تبريد وناخد ازاي في دوره التبريد ان احنا نتخلص من الثلج المتراكم على انابيب التبخير في جوه الثلاجه هنتكلم كمان ده بالنسبه للجزء المهاري الجزء بقى طبعا ده بالنسبه للجزء المعرفي الجزء المهاري احنا هناخد حاجات عمليه جميله جدا منها ان انت ازاي تعرف تعمل تبريد لبعض الخضروات الورقيه وازاي ان انت تعمل عمليات التجميد للبسله نعرف ازاي يعني بعض انواع الخضار احنا طبعا هناخد النموذج المتوفر عندنا في فصل الشتاء اللي هو البسله وهناخد ازاي بنعمل عمليه التجميد وازاي بنحسب نسبه التصافي ليها بعد كده هندخل شويه ونعمل بعض المهارات الكويسه زي ايه؟ ان احنا ازاي نصنع او نجمد بعض انواع العصائر وهناخد ثمار إيه الموسم اللي موجوده في نفس التوقيت ونعمل لها عمليه التجميد. إيه برضو هنتطرق لجزء خاص باللحوم والاسماك إيه بعض انواع التصنيع فيها. برضو هندخل على حاجه اسمها مراقبه الجوده ان احنا ازاي بنعمل جوده اثناء عمليه التجميد والتبريد المختلفه. طبعا احنا شايفين ان دي ماده تعتبر ماده سريه جدا وان شاء الله تستمتعوا بيها باذن الله ونتمنى لكم التوفيق والنجاح نبتدي مع بعض في اول شريحه في اللي عندنا اول حاجه الصناعات الغذائيه الفصل الدراسي الثاني عندنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي اهداف الوحده طيب اهداف الوحده زي ما انا هقول لكم دلوقتي اللي هي عباره عن ان انت بتعرف او بنعرف الطالب الطرق المثلى للحفظ بالتبريد ودي هناخد طرق كتيره قوي بالتبريد وهنشوف آه بعد كده برضو هنعرف الطالب يعني ايه سائل تبريد ويعني ايه دور التبريد بالتلاجة المنزلية كلام ده هيتشرح آه بنوع من الاستفادة شوية برضو هنتكلم عن تعريف الطالب بحفظ وتداول الاغذية المجمدة بطريقة ايه بطريقة سليمة برضو هناخد بالنسبة في المنهج النظري هناخد أول حاجة نظرية التبريد ودي نظرية هنشرحها بالتفصيل هناخد غازات وسوائل التبريد ايه هي مميزاتها هناخد دورة التبريد في التلاجة المنزلية برضو الخطوات العامة لتبريد وتجميد الأغذية هناخد برضو التغيرات التي تطرأ على الأغذية المبردة والمجمدة وبعد كده هناخد الفرق بين التجميد السريع والتجميد البطيء. بعده هناخد الاشتراطات الصحيه اللي المفروض او الواجب مراعاتها عند تخزين وتداول الاغذيه المجمده. كل الكلام ده ان شاء الله في هذه في هذه الوحده هنتكلم فيها بشيء من التفصيل. التدريبات العمليه الخاصه بهذه الوحده هتكون كالاتي. اول حاجه هندرب الطالب على حفظ الخضروات الورقية بالتبريد زي ما أنا قلتها لكم من قيمة شوية هناخد تدريب الطالب على تجهيز وتجميد بسلة خضراء وكيفية حساب التصافي ليها هنتكلم برضو عن تدريب على تجميد عصائر ممكن فراولة أو مشمش مش أو برتقال على حسب المتوفر في الموسم بتاعنا هنتكلم عن تدريب الطالب على صناعة اللحوم والأسماك برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هناخدها اكساب الطالب مهاره الحكم على مدى جوده الاغذيه المجمده. هنبتدي ان شاء الله اول حاجه عندنا في اول درس حفظ الغذاء باستخدام الحراره المنخفضه اللي هي عمليه التبريد والتجميد. هتكلم اه في الحته دي شويه كده احنا دلوقتي اه احنا بنحفظ الاكل علشان يبقى موجود عندنا طول العام بالنسبه للمستهلك في حاله صالحه للاستخدام. برضو لما احنا بنعمل حفظ الغذاء بالتالي بنوسع او بنعمل اتساع لطريقه او طرق تداول بتاعه في البلد. خلاص كده؟ طيب الحفظ عباره عن ايه؟ الحفظ ان انت بتعمل وقف او تظبيط لعوامل الفساد، هقول تاني. بنعمل عمليه وقف او تظبيط لعوامل الفساد كلمه تظبيط يعني تقليل عوامل الفساد طبعا كل ماده غذائيه ليها طريقه من في طرق الحفظ ومده الحفظ ده بيتوقف على الطريقه اللي انا بستخدمها في الحفظ وعلى طبيعه الماده الغذائيه اللي بستخدمها وعلى كيفيه او نوع التعبئه والتغليف اللي انا بستخدمها للماده الغذائيه ده بيحدد لي الفترة اللي هتقعد فيها المادة الغذائية الصالحة لأطول فترة ممكنة عندنا بعض المواد الغذائية مثلا عندنا زي البصل ما انا احفظ او استخدم البصل استحفظه بالتجميد في حين ان انا ممكن استخدم التجميد في حفظ الفراولة او بعض انواع الفواكه اجي احفظ البصل بحفظه ممكن بالتجميد بالتكفيف ولكن ممكن التجفيف دي تكون وسيله غير ملائمه لبعض انواع الفاكهه وبناء عليه طبيعه الماده الغذائيه هي اللي بتحكم لك انت بتستخدم اي طريقه من طرق الحفظ وبناء عليه قسمنا الاكل اللي موجود في الطبيعه دي كلها لثلاث اقسام في عندنا مواد غذائية بتكون غير قابلة للتلف يعني ايه مواد غذائية غير قابلة للتلف يعني ما بتبصش اه ما بتبصش ممكن تقعد فترة طويلة جدا من غير ما بيحصل ليها اي نوع من انواع الفساد ما فيش عوامل فساد بتجيلها طب ايه السبب السبب ان طبيعتها ما بتسمحش بكده بمعنى انت عندك بعض المواد الغذائية بتكون فيها نسبة الرطوبة منخفضة جدا زي ايه زي عندنا السكر احنا ممكن نقعد السكر يقعد عندنا فتره طويله من غير ما بيحصل له فساد في عندك الحبوب ممكن الحبوب احنا بتقعد فتره طويله جدا من غير ما يحصل لها فساد عندك و... عندك الحبوب وعندك ال... الانواع المختلفه من الحبوب كلها دي بتبقى نسبه الرطوبه فيها منخفضه وبالتالي عندك الشاي برضو نفس الحكايه طيب نسبة الرطوبة ما بتكون منخفضة إذن عوامل الفساد بتكون قليلة جدا تماما بس بشرط أن أنت بتحافظ على ظروف التخزين لهذه المادة الغذائية بمعنى يعني الحبوب عندك لو أنت حفظتها بطريقة صحيحة بعيدة يعني عن الرطوبة مش هتبوظ وبعيدة عن الحشرات مش هتبوظ معاك إذا دي بيقولوا عليها مواد غذائية قليلة التلف أو غير قابلة للتلف تقعد معاك سنة لسنتين من غير ما تبوظ معاك طيب في عندنا مواد غذائية متوسطة التلف يعني ايه متوسطة التلف؟ يعني هي ممكن تتلف بعد مثلا قول اسبوعين شهر تقعد فترة معينة لأن التركيب المورفولوجي ليها بيحميها ربنا سبحانه وتعالى أعطى لبعض أنواع هذه الفاكهة والخضر حاجة بحيث إنها ممكن تحافظ عليها فترة من الزمن زي إيه عندنا؟ عندنا زي مثلا عندك ثمار البرتقال سمر البرتقال بتلاقي على الثمره نفسها قشره سميكه دي بتحميها. عندك زي التفاح نفس الحكايه تبص تلاقي عليه قشره بسيطه دي بتمنع ان هو بيحصل فساد يعني بيقعد فتره طويله. عندك البطيخ البطيخ عندك ممكن تجيب البطيخه تقعد معاك فتره من غير ما بيحصل لها اي حاجه. لان القشره اللي موجوده على البطيخ دي بتحميها من عوامل الفساد. في نوع تاني من انواع الاغذيه ده بيكون سريعة التلف او سريعة الفساد. دي بتبقى بتبقى نسبه الرطوبه فيها عاليه جدا. بتساعد على نشاط عوامل الفساد اللي انا هقول لكم يعني ايه هي. زي عندك ايه؟ زي عندك السمك. زي عندك اللبن، زي عندك اللحوم، كل دي نسبه الرطوبه فيها عاليه جدا وعوامل الفساد ممكن انها يعني بيئه صالحه لاستمرار ان عوامل الفساد تبتدي عندك تنشط معاك يبقى احنا كده عرفنا ان الثلاث انواع دي من الاغذيه دي اللي موجوده عندنا في الطبيعه وبناء عليه ممكن ان انا اقول لك يعني ايه عوامل فساد؟ عوامل الفساد ممكن بتنقسم لكذا حاجه ممكن تكون عوامل الفساد الناتجه من وجود الاحياء الدقيقه. عندك الاحياء الدقيقه زي البكتيريا، زي الخميره، زي الفطريات، كل دي اسمها عوامل فساد، ممكن تهيئ لها الظروف المناسبه انها بتتكاثر وتعمل فساد للغذاء. يبقى دي عندك اول حاجه اللي هي الاحياء الدقيقه. في عندك تاني، تاني حاجه اللي هي التفاعلات الكيميائيه. زي تفاعلات التحلل. وتفاعلات الأكسدة آه زي التفاعلات ما بين مكونات المادة الغذائية ببعضها ممكن قد يحدث تفاعل بين مكونات المادة الغذائية بينتج مركب يعمل لك فساد لهذا المنتج أو مادة الغذائية أو بيحدث تفاعل ما بين المادة الغذائية ومادة التعبئة والتغليف اللي انت بتعبي فيها المادة الغذائية وبالتالي يحصل فساد للغذاء ممكن برضو من عوامل الفساد انها تكون انزيمات انزيمات موجوده بتنشط في بعض انواع الانزيمات زي مثلا احب انوه عليها عندك الثمره بتاعت الزيتون ثمره الزيتون دي لو انت ما اعتنتش بجمع الثمره علشان نعمل منها الزيت وتعرضت لاي نوع من الخدوش بينشط انزيم مشهور جدا جوه اسمه انزيم اللايبيز ده متخصص في تكسير الدهون هتبص تلاقيه بيكسر لك الماده الدهنيه ويحول الى احماض دهنيه حره كتيره ما انت السمره اساسا الزيت مش كويس تيجي تعصر السمره تلاقي نسبه الاحماض الدهنيه الحره فيها عاليه جدا تقول انا ده انا جايب السمره من الشجره للمعصره لا انت ما احسنتش معامله السمره وبالتالي هتبص تلاقي النشاط عندك نشاط الانزيمات بيبقى عالي يبقى اذا الانزيمات ممكن تكون من احد عوامل الفساد في عندك برضو من احد عوامل الفساد برضو التغيرات الفيزيائيه زي ايه في عندك حاله الزبول حاله الجفاف لبعض انواع الخضر وانخفاض نسبه الرطوبه كل دي بتعمل فساد للماده الغذائيه يبقى احنا دلوقتي عوامل الفساد خدناها في اربع حاجات خدناها في الاحياء الدقيقه خدناها في التفاعلات الكيميائيه خدناها في الانزيمات، خدناها في إيه حاجات كتيره قوي اللي احنا قلناها دلوقتي، طيب اما اجي اقول لك اما اجي اقول لك يعني ايه حفظ الغذاء؟ حفظ الغذاء هو وقف او تثبيط عوامل الفساد، يعني اما انت بتوقف الاربع حاجات دول الاربع حاجات دول او ان انت بتقلل هذه الحاجات الاربعه دول وبالتالي بنحافظ على الماده الغذائيه لاطول فتره ممكنه. طب تعالوا نشوف كده في الشريحه اللي جايه ايه بتقول ايه؟ عندنا دلوقتي حفظ الاغذاء باستخدام الحراره المنخفضه التبريد والتجميد عندنا اول حاجه ان احنا بنحفظ الغذاء عشان كذا حاجه اول حاجه الغرض منها طول فتره صلاحيته للاستهلاك دي بنحفظ الاكل عشان كده برضو لتوسيع نطاق توزيعه واستهلاكه اذا انا بحفظ الغذاء لطول فتره صلاحيته للاستهلاك ولتوسيع نطاق توزيعه واستهلاكه عندنا ما اقول ايه هي اهم مسببات الفساد زي ما انا سردتها قيمت شويه اول حاجه عندك الاحياء الدقيقه اللي هي زي البكتيريا وزي الفطر وزي الخميره عندك الانزيمات الموجوده في الغذاء زي ما قلت لكم في انزيم اللايبيز وفي برضو انزيمات كتيرة جدا متخصصه في كل ماده غذائيه في عندك التفاعلات الكيميائيه زي تفاعلات الاكسده وزي تفاعلات التحلل وبرضو عندنا التغيرات الفيزيائية اللي بتحصل زي عندنا الذبول وزي عندنا الجفاف وزي عندنا انخفاض الرطوبة دي كلها اسمها مسببات الفساد طيب لما نيجي دلوقتي نقسم الخزاء من حيث القابلية للتلف أو الفساد هنقسمها لكذا حاجة أول حاجة عندك أغذية غير قابلة للتلف دي زي إيه؟ زي عندك السكر عندك بردو زي الحبوب وفي برضو عندك زي التوابل كل دي اغذية غير قابلة للتلف يعني ممكن تقعد معك فترة طويلة من غير اما عشان نسبة الرطوبة فيها منخفضة فلا تسمح لعوامل الفساد انها تنتشر في عندك الاغذية المتوسطة التلف الاغذية المتوسطة التلف زي ما انت عارف كده قلت لك البرتقال في عندك التفاح وفي عندك زي البطيخ ان ربنا سبحانه وتعالى اداها تركيب تشريحي بحيث انها تحافظ عليها فتره من الزمن. برضو عندنا الاغذيه السريعه التلف زي عندنا الاسماك وفي عندك اللحوم وفي عندك اللي هي اللبن ودي اغذيه سريعه الفتلف لان نسبه عوامل الفساد او نسبه الرطوبه فيها مرتفعه. طيب عندنا التبريد في عندنا قبل ما اتكلم عن التبريد برضو اتكلم في حته احب انوه لحاجه معينه. احنا دلوقتي عندنا عمليه الحفظ في عندنا طرق كثيره جدا من طرق الحفظ. اول طريقه من طرق الحفظ هي التبريد. احنا هناخد النهارده ان شاء الله طريقتين، طريقه التبريد وهناخد طريقه التجميد. طيب التبريد ده عباره عن ايه؟ التبريد ان انت بتخفض درجة حرارة المادة الغذائية بطريقة معينة بس دون تحويل الرطوبة لتلج يعني انت بتخفض درجة حرارة التلاجة تبص تلاقي الحاجة تسقع معاك بس الحاجة ما بتتحولش لتلج التبريد ممكن بيخلي المادة الغذائية بتتحفظ بتحفظ لمدة اسبوع اسبوعين ثلاثة بالكتير قوي ولذلك نجد ان هذه الطريقه تعتبر من طرق الحفظ المؤقته. ليه طريقه حفظ مؤقته؟ لانها بتقلل عوامل الفساد، يعني ايه بتقلل عوامل الفساد؟ يعني بتقلل نشاط الاحياء الدقيقه، بتقلل الانزيمات، بتقلل التفاعلات الكيميائيه، بتقلل التغيرات الفيزيائيه، بتقللها فقط لفتره معينه. وبعد هذه الفتره هتبص تلاقي يحصل ايه هتبص تلاقي يحصل نشاط إيه لهذه الايه لهذه العوامل الفساد اذا لما اجي اقول لك ما معنى التبريد التبريد هو عباره عن خفض درجه حراره الماده الغذائيه دون تحويل الرطوبه لثلج طيب لما اجي اقول لك بقى عرف التجميد التجميد تعتبر خفض درجه حراره الماده الغذائيه بس في الحالة دي أنت بتحول، أنت بتحول الرطوبة لتلج. طيب، ودي تعتبر وسيلة أو طريقة حفظ مستديمة وليست مؤقتة. ليه؟ لأن طريقة التجميد أنت بتوقف عوامل الفساد، يعني بتوقف نشاط الأحياء الدقيقة، بتوقف تفاعلات الكيميائية، بتوقف فعل الإنزيمات، بتوقف أي تغيرات فيزيائية. يبقى أنت بهذه الطريقة، ده الفرق بين الاتنين. انا بستخدم درجة حرارة التجميد اللي بستخدمها بتتراوح ما بين من سالب عشرة لسالب خمسين درجة مئوية اللي هو درجة حرارة التجميد اللي موجودة في الديفريزرات وفي الفريزر اللي عندك في التلاجة خلاص دي اول حاجة او اول مفهوم انا احب اوصله لك طب تعالى كده نشوفها مع بعض التبريد طبعا احنا عارفين ان هو بيثبط عوامل الفساد وقلنا برضو من ضمن الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها ان كل انخفاض في درجة الحرارة يعني كل ما بنبرد درجة الحرارة عشرة درجة مئوي بيسبب انخفاض في سرعة التفاعل إلى النصف يعني سرعة التفاعل تفاعلات كل التفاعلات الإنزيمات والتفاعلات الكيميائية كل ما انت خفضت درجة الحرارة العشرة عشر درجات تبص تلاقي سرعة التفاعلات اللي بتسبب الفساد بتقل للنص على طول عندنا الحفظ بالتجميد زي ما انا قلت لك انها طريقه حفظ مستديمه، ليه مستديمه؟ لانها بتوقف عوامل الفساد. طيب بيستخدم التجميد في ايه؟ بستخدم التجميد في كذا حاجه ممكن ان انا بستخدمها في اطاله مده حفظ الغذاء، ممكن اخلي الاكل يقعد فتره طويله زي اللحوم والاسماك والالبان بحطها في التجميد بتقعد فتره طويله من غير ما يحصل لها اي نوع من انواع الفساد. وممكن انا استخدم التجميد في تركيز بعض انواع العصائر ممكن استخدم طريقه التجميد في تركيز بعض انواع العصائر ممكن ان انا برضو بستخدم التجميد ان انا بعطي صفات جيدة للمواد الغذائية يعني انت عندك مواد غذائية ما كلهاش الا بتحسن الجودة بتاعتها الا بتبقى مجمدة زي عندك ايه زي عندك مخاليط الايس كريم وصناعته دي صناعة قائمة بذاتها معتمدة على التجميد طيب احنا برضو عندنا طرق التجميد في عندنا طرق تجميد كتيره جدا لا حصر لها التجميد بالهواء طيب في عندنا التجميد بالهواء الساكن وفي تجميد بالهواء المتحرك هتكلم في النقطه دي شويه كده عندنا دلوقتي في طرق كتيره للتجميد اول طريقه من طرق التجميد اللي هو التجميد بالهواء يعني ايه تجميد بهواء ساكن الهواء فيه نوعين في نوع هواء ساكن وفي هواء متحرك ازاي الكلام ده الكلام ده بيبقى عباره عن في عندنا غرف للتجميد غرف للتجميد الغرف للتجميد بالنسبه للهواء الساكن ان انت بتاخد الماده الغذائيه قد تكون معباه او قد تكون غير معباه وبنحطها في هذه الغرف وبنسيبها طبعا ده بيحتاج وقت طويل ده بيحتاج وقت طويل مفيش اي طيارات هواء بنستخدمها داخل هذه الغرف بس خلي بالك في حاجات بتقعد فترة طويلة عشان تتجمد وفي بعض حاجات بتاخد فترة قصيرة عشان تتجمد ده برضه على حسب الكمية بتاعة المادة الغذائية طريقة تعبئتها يعني طريقة يعني انت مثلا لو حطيت صينية فيها فراولة على درجة مثلا درجة درجة تجميد معينة ممكن تاخد فترة قصيرة تاخد مثلا خمس ساعات غير لما تيجي تحط فراولة في برميل وتحطه في غرف تجميد طب يبقى إذن طبيعة المادة الغذائية وطريقة التعبئة والتغليف ليها دي برضو ممكن انها تسبب او بتعمل طريقة من طرق التجميد في طريقه تانية من طرق التجميد اللي هو بالهواء المتحرك يعني ايه بالهواء المتحرك يعني انت دلوقتي الماده الغذائيه بتبقى موجوده داخل غرف التجميد وساعات بيعملوا لها اسمها طريقة نفق بيبقى نفق انفاق التجميد بيبقى عامل زي نفق ده وبيبقى فيه مراوح المراوح دي مع انخفاض درجة الحرارة بتدي هواء بارد على المادة الغذائية وبالتالي بتعمل سرعة لعملية التجميد بتعمل تخلي المادة الغذائية تتجمد بسرعة وده اللي بيقولوه عليها التجميد السريع وده انتشر بطريقه كبيره جدا وطريقه واسعه جدا لانها بتجمد الماده الغذائيه بسرعه وتحافظ على مواصفات الجوده للماده الغذائيه بس خلي بالك النسيان كان ان انت بتستخدم هواء بارد او هواء ساخن لو انت ما عبيتش الماده ما عبيتش الماده الغذائيه في اي مواد تعبئه مثلا بولي ايثيلين او اي او صناديق او اي حاجه هتتعرض الماده الغذائيه للجفاف او الجفاف السطحي وقد يحدث برضو حروق للتجميد علشان كده لابد ان انت تاخد بالك كويس جدا لما تيجي تستخدم هذه الطريقه لابد من التعبئه او التغليف الجيد للمواد الغذائيه حتى لا تصاب بحروق التجميد او تصاب بعمليه الجفاف السطحي وظهور البقع اللي بتظهر على بعض انواع اللحوم او الدجاج اللي احنا بنستخدمه يبقى دي اول طريقه من طرق التجميد طريقه الطرق التجميد بالهواء عندك الهواء الساكن وعندك الهواء المتحرك برضو احنا ممكن نعمل عملية التجميد عن طريق الاتصال الغير مباشر بسوائل التبريد هقولها تاني ممكن نعمل عن طريق الاتصال الغير مباشر لسوائل التبريد يعني ايه الاتصال الغير مباشر بسوائل التبريد ان انت بيبقى عندك الواح من الواح من المعدن كده سلس بتكون مبرده ميكانيكيا بواسطه سوائل تبريد موجوده داخل هذه الالواح بيبقى لوح كده اللوح ده بيبقى داخله سائل التبريد طيب بنعمل ايه الالواح دي بتبقى موجوده تحت بعضها وبيبقى فيه مكبس هيدروليكي بيرفع الالواح عن بعضها او ان هو بيضغط الالواح يعني على بعضها طيب ايه اللي بيحصل ان بناخد الماده الغذائيه المراد تجمدها وبتتحط جوه العبوات المناسبه ليها وتبتدي تتحط ما بين هذه الالواح اللي هي داخلها سوائل التبريد المناسبه اللي هي مبرده ميكانيكيا وهنبتدي نشغل المكبس الهيدروليكي ده، المكبس الهيدروليكي ده لما يشتغل هيقرب الألواح ما بين بعضها اللي بينها المادة الغذائية المراد تجميدها. وبالتالي سطحي المادة الغذائية من فوق ومن تحت هيتعرضوا لللوح المبرد ميكانيكيا وبالتالي يحدث التأثير بالتجميد. يبقى في هذه الحالة دي اسمها الاتصال الغير مباشر بسوائل التبريد. طبعا ودي بتبقى يعني نطاقها مش واسع قوي يعني طيب في عندك طريقه ثالثه اللي هي الغمر المباشر في سوائل التبريد احنا بنعمل سوائل تبريد معينه ممكن تكون هذه السوائل محاليل سكريه او محاليل ملحيه او ان احنا نستخدم بعض انواع الغازات المسالة زي عندك النيتروجين المسال وفي عندك برضو ثاني اكسيد الكربون المسال دي بتتميز ان انخفاض درجة تجمدها طبعا الكلام ده كله بنستخدمه دي اسمها كلها طرق التجميد يبقى ما نجي اقول لك ما هي طرق التجميد في فرق بين طرق التجميد وانواع التجميد أنواع التجميد اللي أنا هقولها لك في الحلقات القادمة إن شاء الله، تجميد السريع والتجميد البطيء. طرق التجميد عندك رقم واحد استخدام الهواء ساكن أو متحرك، رقم اتنين إن احنا بنعمل اتصال غير مباشر بسوائل التبريد عن طريق الألواح، في عندك الغمر المباشر في سوائل التبريد، وهنشوفها من خلال الشريحة الجاية دي. عندك دلوقتي التجميد بالهواء الساكن والمتحرك، في عندك دلوقتي التجميد بالاتصال الغير مباشر بسوائل التجميد وفي عندك كمان الغمر المباشر في سائل التبريد ايه هو بقى سائل التبريد اللي هيتم الغمر فيه عندك اهي المحاليل السكريه المبرده طب في حاجه تانية؟ نعم المحاليل الملحيه المبرده برضو في عندك كمان النيتروجين المسال في عندك كمان ثاني اكسيد الكربون المسال، كل دي اسمها سائل مبرد او يتم غمر الماده الغذائيه فيها مباشره. طيب، في عندنا الوسائل المستخدمه في التبريد. طيب، الوسائل المستخدمه في التبريد احنا بنستخدم كذا حاجه. يعني احنا بنستخدم حاجات بسيطه عشان نبرد بيها الماده الغذائيه. اول حاجه التلج، ده التلج العادي. ميه بتبتدي تعمل لها عمليه تجميد وتتحول لتلج ونحطها على الماده الغذائيه من بتتعمل في السمك لما بيكون عندنا سمك واحد بيصطاد سمك تبص تلاقي بيعمل عمليه التبريد بالتلج ده في عندك نوع تاني من وسائل التبريد حاجة اسمها المخاليط المبردة كلمة مخلوط يعني حاجتين مع بعض بيحطوا حاجة اللي هي الثلج المجروش وملح بس خلي بالك بيتحط بنسب معينة تاني هقول المخاليط المبردة دي بتبقى حاجتين مع بعض تلج مجروش وملح وليهم نسبة إضافة لأن لو النسبة دي ما تحققتش تبص تلاقي الملح بينفصل عن التلج المجروش وخلي بالك أن الملح بيساعد على خفض درجة الحرارة طيب الملح بحطه بنسبة 23 و3 من في ملح إلى 76 و7 من في ماء هي دي النسبة اللي بيتعمل بيها المخاليط المبردة في عندك سوائل التبريد واللي احنا هنتكلم عليها النهاردة في اللي هي التلج الجاف ايه التلج الجاف ده ده الثلج عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون بنحطه أو بنحوله للصورة الصلبة يبقى الثلج الجاف اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون في الصورة الصلبة دي كلها اسمها وسائل أو وسائل التبريد يبقى عندك الثلج وعندك المخاليط المبردة وعندك سوائل التبريد وعندك الثلج الجاف عرف سائل التبريد وما هي أهم خواصه هتكلم عن النقطة دي برضو شوية احنا دلوقتي عندنا في انواع كتيرة جدا من سوائل التبريد سوائل التبريد دي هي مادة مادة موجودة او موجودة في التلاجة دي بتمتص حرارة حيز مغلق وتحدث تأثير التبريد تاني هقولها سائل التبريد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة المادة دي بتحدث تأثير التبريد ازاي؟ انها انها بتمتص درجه حراره ماده ما في حيز مخلق وتحدث التبريد. سائل التبريد احنا عندنا لابد ان هو بيتميز او له صفات معينه. ايه هي الصفات دي؟ اول حاجه ما يكونش غسام سائل التبريد ما يكونش سائل يعني يعني سام. لان طبعا لو حصل اي تسريب وحصل انه تسرب من الثلاجه ممكن يعمل اي مضاعفات او تسمم وده غض مرفوض تماما لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ما يبقاش عندي سائل عباره عن قنبله موقوته داخل الثلاجه ما ينفعش برضو لا يتفاعل مع معدن الثلاجه ما اجيبش انا سائل يبقى في المعدن بتاع الثلاجه يبتدي ياكل الايه ياكل المعدن بتاع الثلاجه وده مرفوض تماما وأهم تلات حاجات المفروض سائل التبريد يتوفر فيها. انخفاض درجة غليانه، لابد أن تكون درجة غليانه منخفضة. يعني أقل درجة حرارة تخليه يغلي ويتحول من صورة لأخرى. طيب تاني حاجة انخفاض درجة تجمده، يبقى في حاجتين أهو، انخفاض درجة الغليان وتفاق انخفاض درجة الايه التجمد يعني يقعد فترة طويلة عقبال لما يتجمد عشان ما يسدلكش المواسير بتاعة التلاجة وارتفاع الحرارة كان لتبخيره وارتفاع الحرارة كان لتبخيره هنقولها الحتة التلات أخيرة دي انخفاض درجة غليانه وانخفاض درجة تجمده وارتفاع الحرارة الكامنة لتبخيره وسهولة تحوله من حالة إلى أخرى بطريقة سريعة برضو ما تكونش ليه ريحة نفاذة تؤثر على مكونات المادة الغذائية برضو لازم تاخد بالك من حد حاجة دي ويكون رخيص السمن ويكون ايه رخيص السمن يبقى دي اسمها او الشروط الواجب توافرها في سائل التبريد عندنا في انواع كتيرة جدا من سوائل التبريد اللي انا بستخدمها في التلاجات بعضها قل استخدامه والبعض الاخر دلوقتي بيتم استخدامه طب عندك زي ايه عندك اهم سائل تبريد موجود عندي اللي هي الفريون عندك الفريون في عندنا فريون 12 في عندنا فريون 11 فريون 22 انواع مختلفة من الفريون في عندك نوع تاني من انواع سوائل التبريد اللي هي الامونيا وهقول ايه هي عيوب الامونيا وعندك سائل التبريد اللي هو برضو غاز ثاني اكسيد الكربون يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات مشهورين جدا في سوائل التبريد اللي هي الماده التي تمتص حراره الحيز المغلق وتحدث تاثير التبريد عندك مواصفاتها انها تكون رخيصه الثمن انخفاض درجه غليانه انخفاض درجه تجمده ارتفاع الحراره الكامنه للتبخير لا يتفاعل مع معدن التلاجة غير سام بيكون ليست له رائحه نفاذه آه كل دي اسمها صفات موجوده في سائل التبريد اشهر سائل تبريد متداول ويتم استخدامه هو الفريون موجود طبعا كلنا بنستخدم الفريون موجوده في التلاجات والمكيفات وكل حاجه ليه لان كل الصفات الكويسه اللي انا قلتها من قيمه شويه دي تتوفر في الفريون تاني الفريون يعتبر افضل انواع سوائل التبريد ليه تقول لانه رخيص الثمن وانخفاض درجه غليانه وانخفاض درجه تجمده وارتفاع الحراره الكامنه لتبخيره وغير السام ولا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولا يتفاعل مع معدن الثلاجه كل دي صفات موجوده داخل الفريون طب بالنسبه للامونيا الامونيا كانت بتستخدم زمان بس دلوقتي طبعا ليها عيب خطير ايه هو العيب ان هو بيسبب تهيج للجهاز التنفسي لو حصل اي تسريب فيه ريحته نفاذه الامونيا اللي هي النشادر بيحصل تهيج للجهاز التنفسي لو حد شمه بيعمل حساسيه كبيره جدا هو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولكن اذا وجد مع الهواء بنسبه معينه قد يحدث انفجار دي من ضمن العيوب بتاعته برضو نجد ان النشادر بيتفاعل لو في حاجه فيها نحاس يتفاعل مع النحاس في وجود الرطوبه يبقى دي تعتبر عيوب جامده للامونيا علشان كده دلوقتي ابتدى يتحد من استخدامها تماما طب ثاني اكسيد الكربون نفس الحكايه نفس الفريون برضو له صفات ومميزات سائل التبريد الجيد يبقى احنا عرفنا يعني ايه سوائل تبريد عرفنا يعني ايه كلمة سائل تبريد وعرفنا انواع سوائل التبريد اللي هي الفريون والامونيا وثاني اكسيد الكربون، لما اجي اسألك احسن سائل تبريد ايه؟ شاطر زي ما انت بتقول فعلا هو الفريون، لو اقولك علل هتقول لي ليه؟ هتقول لي عشان صفات سائل التبريد اللي انا قلتها من قيمة شوية، لكن لما اجي سؤال علل لما يلي لا يفضل استخدام النشادر كسائل تبريد. برافو عليك شايفه طالب اهو سامعاه بيقول لي علشان بتسبب تهيج للجهاز التنفسي وان ممكن بوجود مختلط مع نسبه من الهواء يعمل انفجار وممكن يتفاعل مع النحاس في وجود الرطوبه نشوف مع بعض الشريحه الجايه هتقول ايه دلوقتي ما اقول عرف السائل التبريد وما هي اهم خواصه عندنا اول حاجه شايفين اهو التعريف بتاع سائل التبريد سائل التبريد هو عباره عن ماده درجه غليانها منخفضه تمتص الحراره من حيز مقفل او من ماده ما حتى تبرد هقولها تاني واعدها سائل التبريد هو عباره عن ماده درجه غليانها منخفضه وهي تمتص الحراره من حيز مقفل او من ماده ما حتى تبرد طب لما نيجي نقول اهم خواص سائل التبريد تعالوا نشوفها دي مهمه جدا السؤال ده اول حاجه انخفاض درجه غليانه زي ما انا قلت لك تاني حاجه انخفاض درجة تجمده برضو حاجات كده ارتفاع الحرارة الكامنة لتبخيره برضو غير قابل للاشتعال غير قابل للاشتعال برضو غير قابل للانفجار أن يكون غير سام برضو أنت تكون له رائحة نفاذة عشان ما يأثرش على ريحة المادة الغذائية اللي عندك برضو أن يكون رخيص الثمن لا يتفاعل مع المعادن كل دي اسمها صفات أو خواص سائل التبريد طب لما نيجي نقول ما هي أهم السوائل الشائعة الاستعمال في التبريد نقولها تاني السؤال ما هي أهم السوائل الشائعة الاستعمال في التبريد عندك أول حاجة الفريون اللي هو فريون 12 في عندك الأمونيا اللي هي النشادر، في عندك ثاني أكسيد الكربون، يبقى دي ثلاث أهم ثلاث حاجات موجودين في سوائل التبريد الشائعة. طيب أما آجي أقول لك السؤال اللي بقوله لك إيه هي عيوب الأمونيا؟ ما هي عيوب الأمونيا كسائل تبريد؟ نقول بقى هي كده. رائحته نفاذة ويسبب تهيج للأنسجة المخاطية بالأنف. الجهاز التنفسي عموما يعني اللي عنده حساسيه طبعا هيبقى هيتعب جدا يبقى رائحته نفاذه ويسبب تهيج للانسجه المخاطيه بالانف في عندك لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولكنه قد يسبب انفجارا اذا اختلط بالهواء بنسبه 16 ل 27 برضو من ضمن الحاجات يتفاعل مع النحاس في وجود الرطوبه يبقى دي كلها سوائل التبريد اللي عندنا الجدول اللي عندك ده برضو من الجداول اللي ممكن توضح لك برضو هي عندك التلات انواع من السوائل التبريد عندك الفريون وعندك الامونيا وعندك ثاني اكسيد الكربون عندك لما نيجي تعالى كده نشوف بص انخفاض درجه الغليان بص الفريون سالب 30 سالب الامونيا سالب 33 درجه مئويه ثاني اكسيد الكربون درجه الغليان بتاعته سالب 79 درجه مئويه شفت قد ايه هي منخفضه طب تعال نشوف الحراره الكامنه للتبخير بتبقى عاليه المفروض في الفريون آه 68 بي تي يو في الامونيا 554.7 في ثاني اكسيد الكربون 116 دي الجدول ده بس توضيح بيوضح لك درجه غليان سوائل التبريد والحراره الكامنه للتبخير قد ايه. آه دلوقتي برضو هنتكلم عن نظم التبريد الميكانيكي. دلوقتي يا جماعه أبناء الطلبة إحنا عندنا في نظام في التلاجة المنزلية أو في التلاجة في التبريد عندنا في كذا نوع من نظام التبريد. في عندنا نظام اسمه نظام الكبس وفي عندنا نظام اسمه نظام الامتصاص. نظم التبريد الميكانيكي اللي موجودة عندنا واللي إحنا بنستخدمها في نظامين. في نظام اسمه نظام الكبس وفي نظام اسمه نظام الامتصاص. النهارده أنا هشرح نظام الكبس المتداول واللي هو منتشر اللي هو دورة التبريد في التلاجة ببساطة جديدة كده التلاجة هتبص تلاقي فيها الخزان أو المستقبل ده بيكون فيها سائل التبريد هما طبعا في الكتاب المدرسي بتاعكو كاتبين سائل التبريد نموذج الأمونيا بيبقى موجود داخل مستقبل ده بيكون فيه سائل التبريد بعد كده لكم بالرسمة دلوقتي في عندك حاجة اسمها صمام التمدد بعد كده في حاجة اسمها أنابيب الانتشار أو أنابيب التبخير في بعد أنابيب التبخير هتبص تلاقي في حاجة اسمها الضاغط اللي هو اسمها الكمبريسور بعد كده هتبص تلاقي المكثف يبقى دي حاجات اسمها أجزاء رئيسية في التلاجة أو في دورة التبريد اللي هي عندك أول حاجة اللي هو الخزان أو المستقبل اللي هو بيبقى فيه سائل التبريد، بعد كده عندك فيه صمام التمدد، في عندك بعد كده أنابيب التبخير أو بيسموها أنابيب الانتشار، بعد كده في عندك حاجة اسمها الضاغط، وبعد كده في عندك حاجة اسمها المكثف. طبعًا سائل التبريد بيكون موجود في الخزان عندك. طيب لما بعد كده عن طريق صمام التمدد لما بيقل الضغط الواقع عليه تبص تلاقي السائل السائل ده بيتحول الى الحاله الغازيه وبيمتص الحراره الكامنه لتبخيره من الحيز في انابيب الانتشار من الحيز الموجود في الثلاجه طيب يعني هو بيمتص الحراره بتاعه الاكل بيتحول الى من سائل الى غاز طيب هو في انابيب التبخير دلوقتي بقى تحول للصوره الغازيه بيروح بعد كده هذا السائل الى حاجه اسمها الكمبريسور او الضاغط الضاغط ده بيعمل ايه؟ بيعيد ضغطه مره تانيه بيحوله من الحاله الغازيه الى الحاله السائله مره اخرى طيب بيبقى السائل ده درجه حرارته مرتفعة نتيجة الحرارة الكامنة هو امتص حرارة الأكل يوم داخل على المكثف المكثف هيشيل الحرارة منه ويرجعه تاني سائل مبرد فين في المستقبل أو الخزان وتعاد الدورة مرة أخرى هي عبارة عن دورة متكاملة ده النظام اللي بيسموه نظام الكبس طبعا انتوا هتفهموها اكتر لما اجي اوريكم الرسمه اللي موجوده معايا دلوقتي دلوقتي نظام التبريد الميكانيكي اللي موجود في الشريحة دلوقتي عندك في نظام اسمه نظام الكبس وفي عندك نظام تاني اسمه نظام الامتصاص طب انا دلوقتي عايزة اشرح نظام الكبس زي ما انتوا شايفين كده عندي عندك الخزان بتاع السائل موجود هنا خزان السائل اللي موجود فيه اللي بيتحط فيه سائل التبريد في عندك صمام التمدد اهو بعدها وبعد كده في عندك المبخر اللي هي اللي اسمها انابيب اللي اسمها انابيب ايه اسمها انابيب الانتشار او انابيب التبخير او بيسموها المبخر بعد كده عندك اللي هي في الرسمه اهي الضاغط في عندك بعد كده المكثف اهي موجوده في الرسمه وبعد كده بينزل السائل مره تانية في الخزان الدوره ماشيه مع السهم اللي انت شايفها في الصوره اللي عندك سائل التبريد موجود جوه الخزان طيب صمام عن طريق صمام التمدد لما بنقلل الضغط بينتقل سائل التبريد الى المبخر بيمتص الحراره من الحيز المقفول عندك حراره كامله للتبخير فيتحول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه يبقى هو في المبخر تحول للحاله الغازيه يذهب تاني الى الضاغط الضاغط ده هيحوله لك من الحاله الغازيه الى الحاله السائله مره اخرى طبعا المكثف هيشيل الحراره اللي موجوده في سائل التبريد ويحوله الى سائل مبرد يروح في الخزان بتاع السائل مره تانية الدوره دي اسمها دوره التبريد في الثلاجه طب نيجي نشوف كده بالكلام النظري نظام الكبس عباره عن ايه هو نظام الكبس هو نظام يستخدم في التبريد فيه يحدث الآتي: ينتقل السائل المبرد احنا خدنا مثال ليه اللي هو الأمونيا، ينتقل السائل المبرد اللي هي الأمونيا خلال صمام التمدد إلى أنابيب الانتشار، أنابيب الانتشار المقصود بها المبخر طيب يمتص حرارة الوسط المحيط فيتحول إلى الحالة الغازية طب بعد كده بيحصل ايه يذهب بعد ذلك الى المكبس المكبس اللي هو المقصود بيه الضاغط اللي هو الكمبريسور الذي يضغط عليه محولا اياه للحاله السائله مره اخرى بعد كده بيذهب الى المكثف المكثف هيعمل ايه يمتص الحراره الناتجه من سائل التبريد وتتكثف الامونيا وتذهب الى المستقبل او الخزان مرة اخرى دي اسمها دورة الكبس اللي بنستخدمها في التلاجات ازالة التلج المتراكم على انابيب التبخير برضو احب اتكلم في الحتة دي شوية كده عندك دلوقتي انابيب التبخير بعد فترة من الزمن هتبص تلاقي بيكون عليها تلج التلج ده ممكن اني انا اشيله بكذا طريقة اول طريقه ممكن اشيل بيها التلج عن طريق الهواء ان انا بشغل طيارات او مراوح عندك الانابيب بتاعت التبخير الانابيب بتاعتها ان انا ابتدي اشغل مراوح عليها المراوح دي هتعمل ايه المراوح دي هتبص هتدوب لك التلج اللي موجود على الانابيب دي يعني اهو اول حاجه بتعملها الهواء طب في عندك الميه ممكن أني انا استخدم الميه او ممكن استخدم التسخين بالكهرباء او الطريقه المستمره لازابه التلج هتكلم علي الحته دي تاني عندك دلوقتي الانابيب بتاعه التبخير اللي موجوده عندك دي ساعات مع طول الاستخدام بيكون عليها تلج التلج ده لابد ان احنا نشيله ونزيله ليه بشيله لان التلج لو اتوجد على الانابيب هتبص تلاقي كفاءة عملية التجميد بتقل معاك. علشان كده لابد ان احنا نزيل التلج المتراكم اول باول. بنشيل هذا التلج بكذا طريقة. اول حاجة باستخدام الهواء. ان احنا عند انابيب الانتشار او انابيب التبخير بحط مراوح. المراوح دي من شأنها انها هتدوب لك التلج اللي موجود على الانابيب. بيسيح التلج بيبقى فيه قنوات خاصة القنوات دي الخاصة بتصرفها خارج التلاجة. دي اسمها بالهواء العادي. ودي بتبقى طريقة مالها؟ طريقة بطيئة جدا. وما بتستخدمش مع جميع انواع التبريد. بنستخدمها مع التبريد اللي درجة حرارته اعلى من 35. لكن لو كانت درجة حرارة التبريد اعلى من 35 ممكن ان احنا نستخدم عن طريق الماء الساخن. الماء احنا بنعمل ايه؟ بيفصل دورة التبريد تماما ونبتدي نشغل طيارات من الماء المستمر على أنابيب التبخير والمية دي من شأنها إنها هتعمل إذابة للتلج اللي موجود على أنابيب التبخير دي ويتم التخلص من المية والطريقة دي تعتبر طريقة أسرع من الطريقة الثانية في عندك في طريقة تانية عن طريق استخدام التسخين بالكهرباء يعني إيه التسخين بالكهرباء؟ ان احنا بنوقف دورة التبريد برضو وبيبقى قدام انابيب التبخير من الامام ومن اعلى في سخانات كهربائية بيتم تشغيلها السخانات الكهربائية اللي بيتم تشغيلها دي من شأنها انها هتسيحلك او هتعمل لك ازابة للتلج المتراكم على انابيب التبخير دي طريقة حلوة جدا وطريقة سريعة ولكن دلوقتي في عندنا اللي هو الطريقه اللي هي الاذابه المستمره للثلج المتكون، اللي احنا ساعات بنقول عليها اللي هي تلاجات او ديب نوفروست، يعني ما بتكونش ثلج، بمجرد ان التلج يكون يحصل اذابه مستمره ليه اول باول، لدرجه ان انت ما بتقدرش تشوف الثلج ان هو اتكون. أول لما تنخفض درجة الحرارة يبتدي يتكون التلج يحصل في نظام سيستم معين ذاتي كده يفصل وبالتالي بيسيح التلج ويبتدي تشتغل مرة ثانية. يبقى دي أهم أربع طرق بنستخدمها في إزالة التلج من أنابيب التبخير. يبقى إحنا خدنا دلوقتي كذا حاجة، خدنا نظم التبريد، خدنا نوعين من أنواع نظم التبريد، في عندك نظام الكبس وفي عندك نظام الامتصاص. شرحنا نظام الكبس داخل دورة التلاجة. وقلنا بيتم ازاي وعرفنا الاجزاء اللي بنتكون منها دوره التبريد اتكلمنا برضو ان لابد ان انت تعمل ازاله مستمره للثلج المتكون وشرحتلك ان ممكن تعمل إزابة عن طريق ايه عن طريق اما عن طريق الهواء او ممكن يكون عن طريق الماء أو يكون عن طريق السخانات التسخين أو يكون عن طريق إيه؟ عن طريق الإزابة المستمرة للتلج المتكون. طبعًا أبناء الطلبة أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة دي إلى حد ما فهمتكم يعني إيه كلمة حفظ غذاء؟ يعني إيه عوامل فساد؟ يعني إيه تبريد؟ يعني إيه تجميد؟ يعني إيه سائل تبريد؟ يعني إيه الخواص بتاعة سائل التبريد؟ ودورة التلاجة ونظم التبريد إن شاء الله أبناء الطلبة على أمل إن شاء الله إن أنا ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته